هذه الأحزاب اليوم تجمعت لأنه شعرت بأنه بلادنا تمر بفترة دقيقة وحساسة وخطيرة جدا. هذه الفترة ربما تسقط معها الانتقال الديمقراطي، وهذه الفترة وهذه المرحلة ربما تؤدي إلى انهيار أركان الدولة التونسية. بالتالي تجمعت هذه الأحزاب في تنسيقية، نحن نعتبرها هذه التنسيقية تنسيقية القوى الديمقراطية، وهي مفتوحة لكل المنظمات المجتمع المدني ولكل الأحزاب الديمقراطية الحدثية التقدمية التي تحمل نفس المواقف واللي تشعر بالخطر اللي تمر به بلادنا. قلنا ربما قد نتفهم الدواعي اللي دفعت السيد رئيس الدولة لاتخاذ تلك التدابير، واعطينا كما قلنا قرينا فيه حسن النية، قلنا لما لا تحويل هذه الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية إلى فرصة للإنقاذ، فرصة لأحداث مشهد جديد في ديمقراطية حقيقة، في مؤسسات دولة فاعلة، وفي حكومة مستقرة، وفي برلمان منتخب يخدم مصالح الشعب ويحقق انتظارات التوانسة. وكنا ننتظر ومشينا في اتجاه أنه طالبنا بخريطة طريق تشاركية يشاركوا فيها الجميع لأحداث كما قلنا مشهد جديد، تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمة، البحث عن تغيير البرلمان اللي موجود ربما في اتجاه انتخابات مبكرة بعد أن يتم معناها مراجعة المنظومة الانتخابية برمتها. رئيس الجمهورية تم انتخابه بشرعية واسعة، ولكن شرعية رئيسه متفاها العبيد كل في الدورة الثانية وانتم تعرفوا هذا، والصلاحيات متاعه لا تقاس بالشرعية، مش قد ما توزن الشرعية قد ما يمدد في الصلاحيات. الصلاحيات مضبوطة في الدستور لو يجيب 80% من الأصوات. تعديل الدستور ممكن، مراجعة النظام الانتخابي مش ممكن، ضرورة في بلادنا، لكن هذا كل لازم يتم بصورة تشاركية. مطلبنا الأول هو أن يعود رئيس الجمهورية ويعلنها صراحة بأنه يعود للدستور والاحترام الدستور، أن يتراجع الأمر الرئاسي الأخير، الأمر الرئاسي رقم 117، وأن يعود يفتح باب الحوار والتشارك مع المواطنين، لأن بلادنا مش ممكن، أنا قلتها ونعودها، حتى في الدولة الحفصية ما قعدتش بدون حكومة، مش ممكن بلاد تبقى بدون حكومة بدون مؤسسات. يعني حتى الهيئات الرقابية رئيس الجمهورية لم يلقى حرج في أنه ألغاها جميعا، بما في ذلك ومن رمزيتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. اليوم معناها فما هروب الأمام، اليوم خرجنا من الشرعية الدستورية، هذا باش يكون الثمن نتاعه باهظ. اليوم عديد الأطراف الأجنبية ريتو بدأت تعبر عن امتعاضها وعلى رفضها مما يقع معنا في تونس، وهذا باش يأثر على وضعنا بعلاقة بخلاص ديوننا، بعلاقة عن البحث عن التمويلات لسد ربما المشاكل الموجودة في الميزانية العمومية.